اهلا وسهلا بيكم في قناة بيوتي انسايد يو. النهاردة جايبه لكم كده كريم تحفة، او بمعنى اصح معجزة بجد، لانه بجد تحفة قوي. الكريم ده طبعا جايبه في اول الفيديو، مش هشوقكم ليه يعني وكده، انا جايبه على طول عشان تعرفوه. هو اسمه كير باي كير. الكريم ده بصوا حلو جدا، بيرطب الاقدام، تشققات الاقدام بيقضي عليها. انتي هتمشي عليها بس 3 أو 4 ايام هتلاحظي فعلا ان هي راحت. وطبعا لكل انواع البشره زي ما هو مكتوب. انا الكريم ده عرفته دكتور كانت وصفاه لاخويا، عشان كان عنده اكزيما، والاكزيما دي جفاف شديد جدا في الاقدام، فده كان كويس قوي. هو بس في حاجه، هو لونه ابيض شويه، فانتي لو زودتي هتلاحظي ان اللون الابيض هيبقى كتير واوفر. يعني انا بحطه على رجليا كويس جدا، بيرطب الايدين حلو، وحلو جدا للجسم بالذات في الشتاء. وكمان للوش بتاعك حلو، بس تكون بشرتك فعلا جافه، يعني بشرتك لو دهنيه مش هيناسبك. انا بشرتي مختلطه مايله للدهنيه في الصيف، فما ينفعش احط منه، بس حطيت منه في الشتاء كان حلو جدا 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 يعني، فانصحكم بيه. وفي نفس الوقت برضو سعره كويس، هو سعره 45 جنيه. بصوا القوام بتاعه هوريه لكم، هو ده قوامه زي ما انتم شايفين، هو تقيل بس حرفيا لما بتفرديه جسمك بيشربه بسرعة جدا. ده سبب ان انا حبيته بالذات للجسم، يعني اغلب الحاجات بتاعت الجسم بتكون تقيلة وبتفضل شوية ممكن تلزق وكده، لا ده ما بيلزقش خالص، هما اقل من دقيقة بيكون جسمك كله شربه. ومكوناته زي ما احنا شايفين حلوة قوي. تمام. عندنا هنا الزنك، الزنك ده مرطب حلو جدا. واللانولين ده من الحاجات المرطبة القوية جدا، يعني احسن انواع المرطبات لازم يبقى فيها اللانولين. وهنا فيها زيت الزيتون، بجد مكوناته حلوة جدا، يعني مانيش شايفة ان فيها اي حاجة مش كويسة. يعني بجد انت هتجيبيه مش هي يعني مش هتخسري في اي حاجة، هتستفادي منه في اكتر من حاجة، يعني مثلا قلنا الجسم بدل اللوشن، والرجلين بدل ما تجيبي كريم خاص لرجليكي. وبس يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عندكم اي استفسار سيبولي في الكومنتس تحت.